السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا الحبيب وعلى أصحابك الكرام وعلى قناتين فدك وصوت العتر التي تهتدينا بفضلهما. ولعنا الدائمة على أبو بكر الزنديق وعمر ابن صهاك ونعتر ابن أبي عفان وعائشة الفاحشة وحفصة الزانية لعنهم الله جميعا. يا شيخنا أريد أن أعرف رأي حضرتكم بالشيخ قيس الخزعلي وهذه العامدي وحركة عصائب أهل الحق، وشكرا. حياكم الله أخانا الكريم، تفضلوا سماحة الشيخ. شكرا لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شكرا للأخ السائل الكريم، ونقول أولا إنا لاحظنا في مستهل كلامه أنه عبر عن حفصة لعنها الله بالزانية، قال ولعن الله حفصة الزانية. أنا لا أدري إن كانت حفصة قد ارتكبت الزنا، فإنه لم يرد لدينا نص في ذلك كما ورد في عائشة لعنة الله عليها. لذلك قد يكون من القسط أن لا نعبر عنها بالزانية وأن نكتفي بلعنها وإدانتها. والله تعالى يقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، لا شك أن حفصة ارتكبت من المخالفات الشرعية ما ارتكبته، ومنها ما حدثنا عنه التاريخ من أنها اصطفت إلى جانب عائشة في مسألة تجويز رضاع الكبير. روي هذا عن حفصة أيضا، وأنها أجازت دخول الرجال الكبار على النساء برضاع الكبير المزعوم. هذه من الفواحش في حقيقتها، لكنها لا تعني أن حفصة بذاتها قد مارست الزنا كما هو الأمر مع عائشة. فتجويز شيء غير ممارسته وغير وقوعه أو إيقاعه، فهذه مجرد ملاحظة فنية نذكرها في بداية الكلام. أما الجواب عن سؤاله الكريم، فالذين ذكرهم هم من أهل السياسة، وأنتم كما تعلمون إن من أصحاب المواقف الشديدة تجاه أهل السياسة في زماننا، لما رأيناه من أن بيئة السياسة مع الأسف في زماننا هذا لم تفرز إلا الفاسدين، هي عموما بيئة موبوءة، بيئة فاسدة، فلا يمكن أن نحترم هذه الشخصيات حتى وإن افترضنا أن لديها بعضا من الجوانب الإيجابية أو بعضا من المواقف الإيجابية. لسنا نحترم مع الأسف في زماننا هذا أي سياسي شيعي على الإطلاق،
وأي سياسي غير شيعي على الإطلاق، لا نكاد نجد فيهم رجلا يستحق الاحترام لنظافته، لالتزامه، ولو التزاما أخلاقيا. ونخص هنا في كلامنا أولئك الذين ارتبطوا بالسلطان الجائر كخامنئي مثلا، فبعض هؤلاء الذين ذكرهم الأخ الكريم لهم ارتباطات بهذا السلطان الجائر، وإن الذي يرتبط بالسلطان الجائر بلا تجويز من الحاكم الشرعي يحمل إثمه أيضا، ولا يمكن أن يحترم من قبل المتشرعة من قبل المؤمنين. فعموما إن رأينا في هؤلاء رأي سلبي، وهم ليسوا أهلا للاحترام.